في سؤال بيقول ان هل ادم هو اول انسان خلقه ربنا؟ عشان بعد كده في صح خمسه قال ان هو على امثله خلقهم ذكر وانثى. هو طبعا ادم بالفعل اول انسان خلقه ربنا وجبل الله ادم من تراب الارض ونفخ فيه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه. وبعد كده قال ليس جيد أن يكون آدم وحده ننشئ لهم معين نظيره فأخذ ضلع من جنب آدم وعمل حواء وأعطاها لي وآدم قال لأنها من إمرئ أن أخذ سماها إمرأة لأنها من إمرئ أخذت لأنها أخذوا ضلعة من ضلوعه حتى لغاية دلوقتي أن لما في التشريح لجسم الإنسان بيلاقوا ان الراجل فيه 23 ضلعة و 6 24 ضلعة في ضلعة ملهاش مقابل عند الراجل ده لغاية دلوقتي في أي تشريح طب التشريح وبعدين الناس اللي بتقول مثلا نظريه التطور والكلام ده هوت الكلام ده مش ممكن يكون صح على الاطلاق والدليل القاطع عندنا الموميا بتاعه الفراعنه من سبعة آلاف سنة فاتت والأمم يا إنسان زينا زيه في كل حاجة ما كانش قرد ولا كان لهديل ولا حاجة من ده خالص كانوا بيقولوا ده كل, ده كذب واللي بيقول لك عمر الأرض مية وخمسين ألف سنة واللي يقول لك مش عارف كان عاملين يعدهم زي ما يقولوا وحفرية من كم مليون سنة وكلام تسمعوه ولا يفيه أي شيء من الصح والدليل القاطع على صدقة كتاب المقدس أنت الإنسان هو اللي صنع الحضارة شوف عمر الحضارة في مصر قد إيه أقدم حضارات العالم كانت موجودة في بلاد الشام في حضارة الفينيقية في بلاد الشام والحضارة الإغريقية في اليونان الإغريقية في اليونان والحضارة البابلية في العراق والحضارة الفرعونية في مصر دول أقدم حضارات العالم كله لأن الإنسان الأول كان بالفعل في بلاد الشام لما كان رئيس الصين بيعاير رئيس امريكا وبيقول له احنا حضاره 3000 سنه عشان امريكا بقى لها بضعه مئات من السنين بس فطبعا لان عبال الانسان ما بدا يزيد العدد وراح الصين فنلاقي الحضاره في مصر 7000 سنه في الصين 3000 سنه قال له طب والحضاره في مصر 7000 سنه لان احنا الانسان الاول هو اللي صنع الحضاره فالحضاره عمر الحضاره من عمر الانسان لأن الانسان هو اللي عمل الحضاره فلو كان بقى وخمسين ألف سنة ومليون سنة كانت الحضارة بقى لها مليون سنة هي أخرى ولا 7000 سنة ليه؟ احنا التقويم القبط بتاعنا اللي هو الشهور القبطية طود بابا هاتور كياك وطوبا ومشير الشهور ديت أساسا من 3000 سنة قبل الميلاد بدأ يعملوا مناسب للنيل ويحسبوا دوران الأرض حوالين الشمس وبدأوا يعملوا ويخترعوا الفلك يعني يعتبر عمرها 5000 سنة بالنسبة لنا فالكلام اللي بيتقال للاسف هو تشكيك عشان الناس تهيد عن طريق ربنا انما ملوش اي دليل على الاطلاق سوى في ذهن الناس اللي بتقوله بالدليل زي ما قلت لكم ادموميا الفراعنه عمرها شكلها ايه شكل الانسان بالظبط ما اتطورش ولا حاجه هو زينا في كل حاجه وفي نفس الوقت عمر الحضاره قد ايه حتعرفي عمر عمر الانسان على الارض الانسان هو صنع الحضاره للإنسان هو اللي صنع الحضارة من نعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن عطايا الله للإنسان وهي العبادة العبادة هي صلة بين الإنسان والله العبادة اللي هي الصوم الصلاة الأعمال الصالحة العبادة و عندنا كتاب يقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله فالعبادة درجات أول حاجة الإيمان ده الأساس اللي بتبنى عليه حياتك الروحية كلها الإيمان الأساس وزي ما ترك الكتاب بيقول بدون ايمان لا يمكن ارضاء قلب الله احنا كمسيحيين هاوضح بعض النقاط بنؤمن باله واحد خلق السماء والارض موجود منذ الازل والى الابد و في حاجه تبقوا عارفينها بنلاحظ إن أي إنسان فينا له أب وأم أول أب وأم جم منين؟ لا محالة في خالق أوجاتهم. خلق الإنسان الأول وحطه في الفردوس لأنه من محبته الإنسان خلق وحطه في الفردوس. ومبدأ أساسي في العدل الإلهي هو المكافأة والعقاب، مكافأة لما تمشي صح وتسمع كلام ربنا وعقاب لما تمشي غلط. أعطاهم وصية قال له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا إلا شجرة معرفة الخير والشر عشان طول ما هو محافظ على كلام ربنا وبيسمع الوصية حقه يتنعم بالفردوس إنما يتنعم من غير ما يجاهد لا يتكافئ من غير ما يتعب لا ده مش في العدل الإلهي أبدا تتعب تتكافئ عشان كده اداله الوصيه وقعد ادم وحواء فتره طول قبل السقوط محدش يعرفها قد ايه أول ما أخطأ آدم وانطرد بره الفردوس حدث أمرين، الأمر الأول وهو أن زي ما في مكافأة وأنت محافظ على الوصية في عقاب لما تخالف الوصية، والأمر الثاني أن الطبيعة فسدت دخلها الخوف والعري ودخلها فبدأ آدم يختفي من الشجر ويقول ربنا كده سمعت صوتك في خشين وعرفت فاختبأت وما ينفعش يعيش مع ربنا في زي الطبيعة اللي كلها خوف وعري وبطبيعة فاسدة متفقش مع قداس الله في الفردوس عشان كده انطرد آدم وحواء بره الفردوس انطرد آدم وحواء بره الفردوس عليه حكم موت هياخد فترة بس ويتوب وفي نفس الوقت وبطبيعة فاسدة طيب وإحنا كلنا كلنا أخطأنا كلنا أخطأنا وكلنا فينا حكم الموت وكلنا فينا الطبيعة الفاسدة. طب ربنا خلق إنسان بقى عشان يتخ... عشان يهلك؟ لا أبدا. اللي بينطبق على أدم بينطبق علينا عشان كلنا أخطأنا وكلنا بنفس الأحكام عشان تكونوا في الصورة. بعرق جبناك تأكل خبزك وحواء بالوجع وحبلت اللبنين نفس الأحكام في كل حاجة. فربنا ما خلقش عشان يهلك. خلقه عشان بيحبه وعاوزه معاه في الفردوس. وعشان خاطر كده دبر له الخلاص دبر له الخلاص ارسل كلماته السيد مسعود المجدي في دينا ونجينا الحكم الموت زي ما كده في سفر الاصحاح 7 سبعه الى ان اتى قديم الايام ودفع ديل القديس العلي فملك القديسون المملكه امتى ملك المملكه؟ لما دفع دين القديس العلي وارسل الروح القدس اللي احنا بناخده في المعموديه والميرون عشان خاطر يجدد الطبيعة مرة أخرى عشان تصلح العيشة مع كراسة الله وصلح على الفردوس ولا كان طردها من الأول ليه؟ فاحنا بنؤمن بإله واحد خلق الكون كله اللي خلقنا ولما أخطأنا وأجرة خطايانا موت أرسل كلماته الرب يسوع المجد عشان ياخد جسد ويفدينا ونجينا من حكم الموت رجعنا الفردوس تاني وارسل الروح القدس عشان تتجدد طبيعتنا مره اخرى عشان تصلح العيشه مع قداسه الله وصلح الله في الفردوس ولا كان طردها من الاول ليه؟ وده الهنا اللي احنا بنعبده ونقول الله باسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين او بتعبير اكثر دقه الله كل القدره وكلمته المتجسد وروحه القدوس اله واحد امين عشان كلمه الاب والابن لتقريب المعنى من البشر بس لان دايما الابن من طبيعه الاب الانسان بيخلف انسان شكل الحمام بيخلف حمام شكل الابن من طبيعه الاب فعشان يعرفنا الرب يسوع المجد من طبيعه طالما جوهره اللفظ الاب والابن انما في رساله يوحنا الذين يشهدون في السماء ثلاثه الاب والكلمه والروح القدس ولا سلسهم هم واحد فاحنا نقول بسم الله كل القدره وكلمته المتجسد وروحه القدوس لا واحد امين عشان يعرفك الله كل قدره خلقك ارسل كلماته تفديك وارسل الروح القدس يجدد طبيعتك مره اخرى عشان تصلح القصه عايشة مع خلاص الله في الفردوس. ده بدايه للايمان نؤمن باله واحد. بعد كده الايمان عندنا جزء عقيدي وجزء عملي. الجزء العقيدي بناء عليه هتتعمد تبقى مولود من ماء والروح القدس هتندهن بالميرون تبقى هيكل مقدس للرب انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم هتتناول تتحد بالمسيح وده اعظم عطيه اعطاها الله للبشر ده الاساس اللي بتبني عليها العباده كلها وبتبني على حياتك الروحيه كلها وبعد المعموديه والميرون والتناول اسمك بيتكتب في سفر الحياه المكتوبه في انجيل له اصحاح 10 لا تفرحوا ان الارواح تخضع لكم بل افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات ولما تقرا في سفر رؤيا اصحاح 20 يقول لك وطرح في بحيرة النار والكبريت كل من هو اسمه غير مكتوب في سفر الحياة ونلاحظ ان اعظم عطية اعطاها الله للبشر هو سر التناول هو سر التناول ليه انت بتاخد الجسد احنا بنصلي القداس عشان روح القدس تحل على القربان حول الجسد المسيح والروح القدس تحل على عصير الكرم مزوج بالماء تحوله لدم المسيح انت بتاخد الجسد حل فيه الروح القدس وبتاخد الدم حل فيه الروح القدس والروح القدس اللي حل في الجسد ده تتحد بروحك والجسد دم يغزو الجسد فالانسان لما بيموت الروح بتسيب الجسد فالروح المتحده بالمسيح في سر التناول تتنقل من ارض الفردوس على طول لان الشيطان في الاصل ملاك وسقط بقوه ملاك فبيجري على اي روح اي نفس سأل بيموت الروح بتبدا تطير في الهواء فبيبدا الشيطان بيجري عليها عشان يخطفها الهواء هو معاه لما بتكون هذه الروح متحده بالمسيح في سر التناول الشيطان ما بيقدرش يقرب المسيح يحرقه هو كلمه الله يحرقه اقوى منه فتتنقل هذه الروح من الارض الفردوس على طول انما لو مش متحد بالمسيح الشيطان بيخطف هذه الروح الهوى والموت على طول بيخطف طبعا في حاجات كده في الكتاب المقدس بس عشان خاطر مش الموضوع الرئيسي بالنسبه لنا انا بحاول اختصر على قد ما اقدر يعني فهنا في جزء عقيدي وجزء عملي الجزء العقيدي بناء عليه هتتعمد تبقى مولود من الماء والروح القدس وزي الكتاب بيقول من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله وهتندهن بالمارون تبقى هيكل مقدس للرب انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم وهتاخد جسد المسيح ودمه وكتاب بيقول ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياه انجيل مت... انجيل يوحنا اصحاح 6 وفي انجيل متى 26 يقول يعطى لمغفرة الخطايا انجيل متى اصحاح 26 يعطى لمغفرة الخطايا <applause> ده الجزء العقيدي بعد كده جزء عملي أعمالك أعمالك فهنا الإيمان عامل بالمحبة ما ينفعش بعد تتحد بالمسيح ويسبك في سفر الحياة تعيش بقى في الدنس والخطية والنجاسة لا ما ينفعش لازم يبقى فيه في أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون ده بقى ابن لله بأعمالك في محبة في محبة ودايما الاعمال ديت زي ما اتذكر في سفر عشاء صح الاول يقول كده كده اكسر للجوعان خبزك اكسر للجوعان خبزك اكسر العريان حامل يتيب الأرملة إيه الغريب والغريب حينئذ الفجر كالصبح نورك فانسان بيبقى عنده ايمان عامل بالمحبه فهنا العباده اول درجه الايمان اللي انا وضحته لكم الايمان الحاجه الثانيه الصلاه الصلاة يعني في الإيمان أن أنت بعد المعمودية والبارون والتناول اسمك في سفر الحياة ده عطية أعظم عطية أعطاها الله ليك أعظم عطية أعطاها الله ليك أنك تردت الماء والروح القدس وبيت هيكل مقدس للرب وروح الله ساكن فيك واتحدت بالمسيح في سر التناول واسمك بقى في سفر الحياة أعظم عطية أعطاها الله فيه لا الله أعطاها الله للإنسان لأن ثمنها الحياة الأبدية وده الاساس اللي مش ممكن حد يخش السماء من غيره ومن هنا دي عطية اعظم عطية بعد كده في العبادة الصلاة والصلاة هي صلة بين الانسان والله اتصال صلة بين الانسان والله ودايما الصلاة بيبقى الفرح هي تاني درجة من درجات العبادة اول درجة في العبادة بتكون الصوم الصوم ويليها الصلاة. الصوم أول درجة من درجات العبادة بتعبر عن عبادك عبادتك لربنا بالصوم. وهوضح نقطة واحدة بس صغيرة كده، إحنا في الصيام بناكل الأكل اللي هو النباتي عشان الصيام بيردك للدرجة اللي كان فيها آدم وحواء في الفردوس قبل السقوط. آدم وحواء في الفردوس قبل السقوط كان كله طعام نبات الأرض، ما كانش فيه شهوات أبدًا. الشهوات دخلت من بعد ما اكلت من الشجره وانفتحت عينها وعرف الفرق بين الواد والبت وحس بالعري، انما كان في الاول مجد الله كسيه ما كانش حاسس بكده، كان زي الطفل المولود. الشهوه دخلت بعد ادم ما اخطا وانطرد بره الفردوس وعرف ادم امراته بعد 130 سنه من طرده من الفردوس. وانجبت قايين وقالت الله اقتينني رجلا وسماها حواء لنا ام كل حي. فعشان الصوم يرجعنا للفردوس تاني فكل ما له شهوة جنسية أو ما ينتج منه ما بناكلوش في الصوم بنرجع للوضع اللي كان فيه آدم وحواء في الفردوس قبل السقوط فإن الصوم بيدرك بيردك تاني للفردوس الصوم يردك تاني للفردوس للصورة الجميلة اللي ربنا عاوزنا عليها من الأول الصوم بتفح تحفظ نفسك بلا دنس وفي الصوم بتاكل نبات الأرض يبقى فيه ضد اول درجه فهي الصوم اول درجه من درجات العباده بعد كده الصلاه والصلاه جايه من صله صله اتصال بينك وبين الله ودايما الصوم والصلاه عندنا ذبيحه حب لله مش فرد لا حب بتصب بمحض ارادتك عشان بتحب ربنا بتصوم عشان بتحب ربنا بتصلي عشان بتحب ربنا بتفعل البر تعمل الصحة مع محبتك لله صلة اتصال بينك وبين الله الصلاة ديت مش ممكن يعني هي زي الغذاء الروحي للإنسان على طول غذاء روحي وإحنا بنشوف الغذاء الروحي ده هو الصلاة عندنا فيه صلاة تدخل مخدعك وتغلق بابك والصلاة بيك لازم في الخفاء هو جزيك الإنسان منه قال منه الرب ومن العمق للعمق وفي صلاة إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم يكون في وسطهم لما الأب والأم يقعدوا مع أولادهم ويصلوا من المسيح يا رب هذه الأسرة. وفي صلاة الذبيحة اللي بدونها مش ممكن هتعين الرب، الذبيحة جسد المسيح ودمه يعطى المغفرة الخطايا. إن لم تكونوا جسد المسيح ودمه دمه ليست لكم حياة، الذبيحة سر الكهنوت. وفي صلاة صلوا كثيرا ولا تملوا من جوه قلبك ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطي، ليس عجب تنسال بركة ترحم خاطي مثلي. في صلاة فهنا بيبقى درجة حب لله كل اللي بتحب ربنا بتتكلم معايا كل اللي بتحب ربنا بتتكلم معايا ودايما الصلاة دي تدي فرح تدي فرح تدي سلام أفتكر في مرة من المرات في جنوب أفريقيا الدير اللي حصل فيه المشكلة ده كان في مجموعة المبشرين أنا المؤسس الدير أصلا كنت موجود لوحدي فيه فكان مجموعة من المبشرين جايين من أستراليا بيقولوا الكرة يعملوا تبشير فكنت بقعد معهم يعني اشرح لهم حاجات في الكتاب المقدس فكانوا في مره مرات بيفسروا معجزه مشي الرب يسوع المجد على الميه فهم بيفسروها بمعنى قدرته على الطبيعه ان يمشي على الميه ولما دخل السفينه حدث ضوء عظيم فجيت قلت لهم لا المعجزه لها عمق روحي تاني غير اللي انتم بتقولوه فهم بيستغربوا يعني قلت لهم اقول لكم قلت لهم البحر يرمز للعالم والسفينه بترمز للكنيسه والبحر هاج على الكنيسه هاج البحر هاج على الكنيسه يعني العالم هاج على الكنيسه لما ما كانش المسيح في الكنيسه لما ما كانش المسيح في الكنيسه فما واول لما شاف البحر العالم هيج على كنيسته جه دايس على العالم برجليه واول ما دخل الكنيسه حدث هدوء عظيم فالبحر يشل العالم السفيره تشيل الكنيسه فلما شاف البحر هيج على كنيسته جه دايس على العالم برجليه واول ما دخل الكنيسه حدث هدوء عظيم فبعدها حد بيكلمه قلت طب المره الثانيه البحر هايج وكان المسيح قال كاننا في السفينه نائما على وساده في مؤخره السفينه او كان في السفينه والبحر هاج قلت له اه لاحظ كلمه نائما على وساده في مؤخره السفينه قال يعني ايه يعني مش بتتكلم معاه مش بتصلي مش بتصوم مش بتقول يا رب هو انت لو بتتكلم معاه هينام في مؤخره السفينه ابدا لانك انت غمضت عينك عنه فالبحر هاج على الكنيسه برضه لما للاسف يبقى عبادتنا شكليه ولا حتى شكليه وما فيش صله بينه وبين الله عشان كده لازم فيه صله بينك وبين الله لازم فيه صله بينك وبين الله لازم فيه صله يبقى خش جوه سفينه حياتك جوه سفينه حياتك في اتصال تحس الدنيا هاجت عليك العالم هاج عليك قول يا رب مد ايدك الكتاب علمنا كده ادعوني في وقت الشده وانقذك فتمجدني اذا الدنيا هاجت عليك كده والامور ماشيه مش صح اقول يا رب مد ايدك انت نايم جوه سفينتي لا يا رب لما بتصلي بتكلم معاه مش هنام جوه سفينتك لما بتصوم بتقدم الصوم ذبيحه حب مش هنام جوه سفينتك طالما في صله بينك وبينه مش هينام انما امتى ينام لما انت تتصلش بيه خالص مغمض عينك عنه هيهيج عليك البحر هيج عليك العالم فهنا الصله بينك وبين الله وبعدين تلاحظ الصفي الصلاة دي بتدي فرح للإنسان من جوه فرح غير عادي سمار الروح القدس فرح آه فرح وهو قال كده سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم السلام والفرح ده هبة من الله الإنسان يعني قريب من ربنا يديك سلام وفرح داخلي من جوه فرح من جوه ونلاحظ الصلاة لها قوتها لها فاعليتها ده عطية من الله ليك انك تكلمه من محبته ليك ده ابونا ابراهيم كان يقول له عزمت اكلم مولى وانا التراب والرماد اه احنا في الحقيقة تراب ورماد بنكلم له السماء والارض ده عطية من الله ليك انك تتكلم معاه تتكلم معاه لان ابوك الله بيحبنا ابونا في حاجة اقولها لكم ادم وحواء لما اخطاوا وطلعوا بره الفردوس ربنا قال له كده يا ادم انك تراب ولا ترابك تعود ان بعد الانسان ما بيتعمد وبندهن بالمارون وتناول بيصلي كده ابانا الذي في السماوات بيبقى ابوه في السماء وعايش فترة غربه على الارض وراجع تاني البيت ابوه في السماء عشان كده بولس الرسول يقول لك وطنيتنا نحن في السماء الوطن في السماء عشان فترة غربه على الارض فهنا الصلاه تديك الفرح تديك الفرح وبعدين لما تصلي وربنا يستجيب وتحس ربنا سندك دي فرحة كبيرة ضرورة ده علامة في الطريق انك ماشي صح نلاحظ دانيال النبي لما كان كان طبعا هو كان من سبي من سبي يهوذا من سبط يهوذا وكان في خلوف سبي بابل فجاء الملك نبوخذ نصر الملك شاف حلم وبعدين عاوز حد يقول له الحلم وتعبيره ما حد ابدا وقال حقيقه كل الناس اللي هم بتوع العلم المجوس وحقيقه كلهم وبعدين جه دانيال النبي ايه كانت النتيجه صلى الى الله صلى ولما صلى ربنا كشف له الحلم وتعبيره فراح قاله نبوخذ نصر الملك قال له الحلم كذا ووضح له الايام اللي هتحصل وتعبيره كذا كتاب في سفر يعني اصحاح اثنين يقول لك كده فسجد دانيال النبي سجد نبوخذ نصر الملك لدانيال النبي تخيل الملك بيسجد للعبد اللي جايبه من سبي بابل اسير سجد لدانيال وامر ان تقدم تقدم السرور لدانيال بعد كده بقى هو رئيس الوزراء كانوا بسبب رئيس الوزاره يعني بعد كده انما هنا تلاحظ ايه صلى الى الله ربنا كشف له نجاه من الضيقه نجاه من الضيقه برضه بعد كده لما جم عشان خاطر يشتكوا على على دانيال يشتكوا عليه يعني ويرموا له جب الاسود وطلعهم اللي هو مرسوم حسب شريعه مدو فارس اللي يطلب من اي طلب من انسان او اي أي او اله غيرك انت يا الملك يرقى في جب الاسود كان ده برضه يصلي لربنا ولما جم اشتكوا عليه رامو دانيال في جب الاسود كانت النتيجة ايه حافظ ربنا جوه جب الاسود الصلاة لها قوتها الصلاة لها قوتها جه طبعا الملك صرف صريع عنه وجه طبعا في الفجر طلع يجري يقول يا دانيال عبد الله الحي إلهك الذي أنت تعبده نجاك من جب نجاك من الأسود فطبعا رد عليه وقال له ربنا أرسل ملكه وسد أفواه الأسود فامر طبعا طلعوا دانيال واللي وشوا بيه رماهم الجب بطشت بيهم الاسود على طول. هنا الصلاه لما صلى ربنا استجاب ربنا رفعه رفعه ونلاحظ برضه ثلاث فتيه لما جه هو نبوخذ نصر الملك برضه عمل التمثال من الذهب والناس كلها تسجد له ثلاث فتيه قالوا لا جاي يرموه في الاتون قال لك صلى عذري على الله وقال له مبارك انت يا رب الهنا واله ابائنا وزاد تبارك على الامين مبارك اسمك القدوس يا رب مزاد تبارك على الامين مبارك انت في هيكلك المقدس مزاد تبارك الامين مزاد أنت على مزاد بارك على الأبد مبارك انت رب نظر الاعماق والجالس على الشرابين والصارفين وزاد تبارك الابد مبارك انت يا رب العرش ملكك وزاد تبارك الابد مبارك انت يا رب فلك السماوات وبدا يصلي الى الله صلاه عزاريا في وسط الاتون هنا على طول الاتون تحول الى ندى بارد حرق الحبال اللي هم مربوطين بيها وثيابهم لم تكن فيها رائحه النار. قوة الصلاة اه قوة الصلاة طب لو حد بيحصل له كده ايه فرح من جوه غير عادي فرح غير عادي في حماية امان طريق الصح امان لما تلاقي استجابة للصلاة تعرف ان انت في الطريق الصح في طريق الصح تدي فرح عشان كده العبادة تدي فرح بتدي فرح والله حاسة مع داود دا 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 النبي وزي ربنا نجاه من شاول وحفظه الصلاة لها قوة غير عادية الصلاة لها قوة غير عادية واللاحظ برضو بطرس الرسول لما جه هيرودس قبض عليه وحطه في السجن قال لك بعد الفصح يدم اليهود وقال لك وكانت صارت من الكنيسة صلاة بلجاجة من أجله فأرسل الله ملاك على طول زعزع ذات السجن وكان صبح يتعدم جه الملاك لكنه في كان نايم صار لكنه في جنبه وقال له قوم سقط السلسلة اللي في جنبه في ايديه وتعدى المحرس الاول والثاني وبدا يمشي في الشارع عارف ان الله ارسل ملكه وانقذه كان يقول لك ايه وكانت تقام صلاه بلجاجه من اجله صلوا من اجله ربنا ارسل الملاك فتح اساس السجن السلاسل الحديد اتحلت وطلع احنا حياتنا كلها صلاه كلها صلاه وبنشكر ربنا استجابه في عشان كده بتدي فرح وعشان كده المعجزات كتيره عندنا معجزات كتيره على مدار التاريخ كله استجابه استجابة مثلا المعز لما جه نقل جبل المقطم صموا ثلاث ايام وصلى الجبل اتنقل فاحنا صلاتنا بتنقل الجبال اه صلاتنا بتنقل الجبال بس المشكلة ما نقصرش ما نقصرش عشان خاطر كده الصلاة دي تدي فرح وتدي سلام تدي احساس بالامان رصيد ليك في السماء وطبعا مع الصلاة ده هو لازم يبقى فيه كمان الأعمال أعمالك تشهد لك إنك أنت فعلا ابن ربنا إنك أبان الملكوت عشان خاطر كده في سفر أشعيا الإصحاح الأولاني يقول إيه؟ يقول في حاجة تعرفوها مهمة أو في الإصحاح ده هوت بقول لهم إن رفعت إلي أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم من الصلاة أسد أذني لأن أيديكم ملان دم نَقُّ أيديكم من قال لكم أن تدوس دُورِي اكسر للجوعان خبزك اكسر العريان حا حام الأرملة ايه والغريب حينئذ ينفجر كالصبح نورك يعني ايه والشعب اليهودي زمان يقول له كده لما ترفع إلي إيدك أنا بغم عيني رفعت إلي أيديكم أصر وجهي عنكم وإن أكثرتم من الصلاة أسد أذني عمال تصلي وزع حسد وداني مش سامعك مش عاوزك من قالك قال لك تخش بيتي من قالك لك صدوري لأن أيديكم ملانة دم يعني إيه واحد قاتل جاي يقول لي يا رب هقبلها منه إزاي دي هقبلها إزاي ايديكم مليانه دم بقى انت تقتل وتقول لي يا رب اقبلها ازاي انت لما بتصلي انا بسد وداني وانت لما بتقعد ولما بترفع ايدك كده عشان فاكر تستجاب لك بقول لك لا ده انا بغمض عيني واشفكش ما تخشش بيتي ما تخشش بيتي ما قاتل ايدك ملنا دم قاتل او بتعسر الناس وقحهم في الغلط يبقى ما تخش بيتي ايدك فيها دم ومن هنا ما منك صلاة إنما لما قال له كده اكسر للجوعان خبزك اكس العريان حامي عتيم الأرملة اقوى الغريب حينئذ الفجر كالصبح نورك امشي خلي عملك صالحة مش تقتل لا تأكل الجعان تكس العريان تقوى الغريب تحامي عتيم الأرملة تمشي صح يروا عملكم الحسن بكرة إذا في السماوات حينئذ الفجر كالصبح نورك عشان خاطر كده الصلاة والصوم بدون الأعمال مش مقبولة مش مقبولة ما ينفعش ما ينفعش تروح تتناول وتروح تزني تبقى مصيبة لو جلس المسيح ودوبة وتعمل كده تحافظ على نفسك ما ينفعش تمشي صح تمشي صح عشان خاطر كده إيمان وأعمال أعمالك تشهد لك ابن لله عشان خاطر كده آه ده ضرورة ضرورة تمشي صح وبعدين الاصعب شيء بيبقى يعني صعب على قلب الله قوي تبقى عارف الغلط وتعمله مش حلو عاد يغضب ربنا وتعمله لا عشان خاطر كده مش بعد اسمك ويبقى في سفر الحياه وربنا عاوزك معاه في السماء وقت في السماء نمشي بقى في الدنس بتاع العالم تنفعش تنفعش او نقتل زي الشعب اليهودي زمان إن رفعت لي أيديكم أسطر وجهي عنكم وإن أكثرت من الصلاة أسد أذني لأن أيديكم ملانة دم من قال لكم تدخلوا صدوري خدش خش بالك خش بيت وأنت قاتل اكسر الجوعان خبزك اكسر العريان حمتهم الأرملة اقوى ايه الغريب هننزل الفجر كصبح نورك امشي صح فعشان خاطر كده إيمان وأعمال إيمان ده الأساس وأعمال ترفعك لفوق ترفعك لفوق فكل انسان ما بيكون فيه صلة من الله طبعا بيطلب ربنا بيسنده ما بيسيبوش ربنا بيحبه وبعدين نصلي برضه حاجات نشوفها يعني عشان نعرفنا مثلا صيام أهل النوى كانت النتيجة إيه ربنا رفع غضبه ربنا رفع غضبه ف وبعدين نلاحظ برضو حتى في السامرية تقول له كده ابائنا سجدوا في هذا الجبل وانت يقول السجود ينبغي يعني في اورشليم. السجود في اورشليم كان الهيكل في اورشليم والذبائح تقدم في اورشليم. بس لما انفصلت المملكتين زمان يوم راح بعبده سليمان فجم عملوا نفسهم زي هيكل تاني على جبل جرزيم في السامره وكانوا يعبدوا فيه حطوا فيه اوثان فكانت تغضب الله جدا. ويذبحوا على الجبال يغضب الله جدا فهي كانت تظن ان هي صح فبتقول له أبونا سجدوا في هذا الجبل وانت تقول ينبغي السجود في اورشليم فطبعا هو قال لها طبعا رب يساله المجد قال لها لا في اورشليم ولا هنا قال لهم الذي يسجد لله الا بالروح والحق ينبغي ان تسجدوا بالروح والحق ينبغي ان تسجدوا لان الله روح والذي يسجد له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا فهنا العباده دي عطيه من الله للانسان حقيقه تملك الفرح تديك السلام تنجيك من الضيقه تنجيك من الشده تحس ان ربنا ساندك ده شيء ضروري واحساس ان ربنا ساندك ده شيء ضروري اللي بيحبك وعايز في السماء ده شيء ضروري يشجعك انك تمشي صح. تمشي صح. وغير كمان لما تكون في شده ولا في أو تطلب ربنا تلاقي معونه من السماء بتسندك، عاوز تعيش صح معونه من السبب بتسندك، عاوز تتوب معونه من السبب بتسندك. لازم لازم عشان خاطر كده، ولاحظ حاجه كمان بتكلم الموضوع الثاني التبشير والكرازه دي دعوه سماويه. دعوه سماويه. لانه قال للتلاميذ كده اذهبوا وكرزوا للعالم كله وقال انتم الذي تعبتم معي في التجديد تجلسون على كراسي وتجدون اسباط اسرائيل الاثنى عشر وقال من لا يجمع معي فهو يفرق واللاحظ نقطة حلوة أوي في السامرية هقولها لكم احنا في المسيحية الرب يسأله المجد أرسل تلاميذه يكرزهم وأعطاهم سلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب أعطاهم سلطان يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب يقول لك ورجع بفرح وقال له يا رب حتى الشياطين تغضب على باسمك فقال لا تفرحوا بهذا بل افرحوا من اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات والرب يسأله المجد قال لو لم اكن عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غير لم تكن لهم خطيه فهنا اختار تلاميذ 12 سمك وارسلهم يكرزوا المسكونه عشان الناس لما تآمن يبقى الفضل في منهى لله وليس للبشر يشوف المعجزة الناس بتآمن يبقى الفضل في منها لله وليس للبشر واللاحظ لما جه ربي عليه وسلم شاف المولود أعمى جه خلق من العين يعني صنع طين حطه في عينيه الاعمى قال له اغتسل بركه فاغتسل فاتى بصيرا فلما ريح اتى بصيرا فاتوا من محاصل الفريسيين فجم راحوا لابوه وامه قالوا ده ابنكم قالوا ابننا وانا ولد اعمى ولد اعمى كي يبصر الان فهم قالوا هو كامل السن اسالوه فجم سالوه كيف ابصرت؟ قال لهم انسان يقال له يسوع صنع عطينا طلع عينيه واختصرت بالكرسيان فانا ابصر. فجم قالوا له هذا الانسان ليس من الله لا لانه يحفظ السبت، قال لهم ليس من الله. لست اعلم ولكن اعلم شيئا واحد اني كنت اعمى والان ابصر. فقم قالوا له كده لدانونا قال لك بجملتك انت ولدت في الخطايا وانت تعلمنا اخرجوه خارجا. فلما علم الرب يسوع انهم اخرجوه خارجا قبله كده قال أتؤمن بإبن الله؟ قال من هو يا سيد؟ أؤمن به؟ قال الذي يكلمك هو هو. قال أؤمن يا سيد وسجد له. فالرب يسوع قال لدينونه أتيت أنا إلى العالم حتى يبصر الذين حتى يبصر العميان ويعمى الذين يبصرون. فقالوا له لعلنا نحن أيضا عميان. قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيه ولكن الان تقولون اننا نبصر فخطياتكم باقيه النقطه دي حدين العالم حدين ملايين مليارات الدينونة ليه عارفين معجزات المسيح ومامنوش بيه عارفين معجزات المسيح ليس لها مثيل على وجه الارض محدش كان بيخلق غيره محدش كان يفتح الأعمى يعمل طين في عيني الأعمى ويخليه يفتح غيره محدش أول ميت بعد ما أنت غيره محدش السلطان على الطبيعة على الطبيعة يوقف البحر وقف موج البحر وقف الريح والهواء غيره محدش عمل معجزاته على الإطلاق عشان كده قال لهم لو لم اكن عملت اعمالا بينهم لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه. فبدا جاب تلاميذه وأعطاهم سلطان يصنعوا الاشفياء والآيات والعجائب ويكرزوا المسكونه كلها والناس تشوف المعجزات امن فضل فمنهل الله. نلاحظ في السامريه نقطه مفيده ومهمه لما الرب صلى الله عليه كشف لها خفايا قلبها ان هي كان لها خمسه ازواج والذي معها ليس زوجها فتركت المره جرتها وذهبت المدينه وقال لهم انسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح بمجرد ان اخبرها باللي حصل في حياتها واللي هي مخبيه عن الدنيا كلها امنت ومش امنت وبس لا راحت تكرز لأهل المدينة إنسان قال قال لي كل ما فعلت لعله هذا هو المسيح تعال شوف يمكن يكون ده المسيح احنا بندور عليهم مستنيينه تعالوا وبدأت تدعو الناس ده عشان عمل ايه؟ قال لها كل اللي جوه قلبها اللي مخبياه ايه؟ اللي مخبيه عن الناس تشهد طب ناس كتيرة شافت معجزات المسيح وشافت لقامة العذر بعد ما أنتن ما أمنتش في فارق بقى اهو شفت الفارق ده يمكن حاجات في قامة العذر في امور لها العجب يقول لك اليهود كده المتعصبين يقول لك وتشاوروا لقتل العازر ايضا لانه بسببه كثيرون ياتوا يؤمنون بيسوع. بدل ما تامن واحد بعد ما انتن اربعه ايام في القبر وقام بدل ما تامن تشاور تقتل العازر الاخر ايه ده السامريه لا ده مجرد قال لها اللي جو اللي مخبيه عن الناس قال لها افعالها اللي مخبيه عن الناس قال لهم تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح وطبعا لما مكث عندهم يمين وشافوا معجزاته آمنوا بالرب يسوع احنا ليس بكلامك أمنا لأن رأينا وعلمنا أن هذا هو المسيح وعلم اليهود أن السامرية قبلت كلمة الله السامرة قبلت كلمة الله هنا ايه في ناس شافت قوة ربنا امنت وناس تانية غمضت عينها مش عاوزة تآمن طب النتيجة ايه النتيجة اللي رفضت الايمان ايه لهم هكذا يترك لكم بيتكم خرابا وشتتوا في العالم كله وشتتوا في العالم كله كانت النتيجة ايه المشكلة مش في كده المشكلة احنا هنا على الارض فتره وهتعدي حياتنا بخار يظهر كل ثم الابديه هنا اللي مش هيامن ابديته هتبقى خراب اللي مش هيامن ابديته هتبقى خراب لان في الابديه كومين اتنين بس يا مع الرب يسوع في الفردوس يا مع عشر ما فيش كوم تالت فيش مكان ثالث يا المسيح هو ابوك وانت ماشي في طريقه هياخدك مع الفردوس يا غصبن حبة عينك هيبقى الشيطان ابوك ياخدك معك هنّا انتهت. فهنا يشوف قوة ربنا ما يأمنش، طب أنا هذا اليهود. اللي تبيتهم بقى خراب. السامرية؟ لا ده حتى بمجرد أن اللي جواها قال انسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح. بقيت تبشر. شفت هنا درجة الاستجابة دارك الاستجابه عشان خاطر كده ربي صلى الله عليه وسلم بتكلم في دار مثل الزارع قال لك بعض ساعه على الطريق في في ارض المحجرة الارض الجيده اثمرت 30 و60 و, 60 و ارض جيده اثمرت 60 و100 المتعصبين من الشعب اليهودي اللي حصل زي على طول البزار قطع كان قلبهم زي الطريق الناس بتدوس عليه جت الشر في الكلمه على طول ما أمنوش عشان خاطر كده عمل الله في حياة الإنسان ضرورة في أمور كتيرة يمكن إحنا برضو لما نتكلم على الكرازة لازم لازم نجيب سيرة بولس الرسول لازم الأساس ده أعظم كارث في البشرية أعظم كارث في البشرية كان فدايته كانت إيه؟ كان مضطهد لكنيسه الله بافراط كان مضطهد وقال لازم اضطهدت كنيسه بافراط وفعلت هذا بجهل ولكن لما الرب سال مجد ظهر له في طريق دمشق وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له كده هو قال له صعب عليك ان ترفس مناخس كلمه ترفس مناخس دي كلمه اراميه معناها تقاوم محبتي لما جم ترجموا الانجيل من اللغه اليونانيه للغه العالم ما في القاموس اللي كل هذه الكلمه حطوها زي ما هي اجل عملت الترجمه فجم بتوع اللغه الاراميه لا دي الكلمه دي عندنا معناها تقاوم محبتي لان الرب يسوع المجد كان بيتكلم اللغه الاراميه وهو عايش على الارض فقال له صعب ليك تقاوم محبتي يا بولس قال له من انت يا سيد قال انا يسوع المسيح الذي انت تضطهده على طول امن امن وبعد ما امن حتى حلال يقصه في دمشق كان كان خايف منه. قال له سمعنا يا رب هذا الانسان كان بيضطهد كنيستك. قال له ساريه كم يتالم من من اجلي هنا مختار ليا. عمده وصار اعظم كارث للبشريه. هنا في ارض جيده ارض جيده تستجيب لكلمه الله تثمر وستين وماء. وفي ارض للاسف الشيطان يخطف الكلمه على طول، يخطف الكلمه على طول. عشان خاطر كده حقيقة هي عطية من الله عطية من الله أنا بس كل اللي عاوزه منكم أنا بترجاكم إحنا حياتنا كلنا فترة غربة وراجعين تاني السماء فترة غربة ففي فترة غربتنا نتمسك بإيماننا نتمسك بكمالنا نفرح بإيماننا وبخلاصنا وبفدائنا وأي خطية تفصلنا عن الله لا يا رب مش أغضبك تاني يا رب ما تخليش فاصل خطيتك فاصل بينك وبين الله خليك كده مع نفسك كده عشان احنا وطنيتنا في السماء واسمائنا في سفر الحياه عشان فاتوا رجعت تاني السماء يبقى مش عشان امور دنسة ولا امور ملهاش قيمه على الارض تسوي شيء جنب ابديتك تضيع ابديتك ما ينفعش تكون حازم مع نفسك اي حاجه تفصلك على الله لا تلتزم بالصلاه تتناول على الاقل مره كل اسبوع لان الكتاب الوسيط سيدنا تعمل السبع للرب المناوله على الاقل مره كل اسبوع وتمشي صح وهتلاقي ربنا مش هيسيبك ابدا حنازل الفجر كالصبح نورك ربنا يحفظنا كلنا له كل مجد وكرامه الابد الابدين امين